إن إذا كان هذه الأمم المتحدة قدمت شيء لليبيا وكان خير لليبيا، قدمت أي خير لليبيا وعارضة صلاح بادي أو رفاق صلاح بادي في هذا الطريق وهذا الدرب، درب الحرية ودرب الصدق ودرب الإخلاص ودرب مواجهة كل من يريد الكيد لبلادنا وهالمغامرات من بعد الثورة ليومنا هذا. هذا أمر بسيط من المتوقع، زي ما قلت لك أنا عندي رفاق غادرونا والآن بين يد الله سبحانه وتعالى قدموا أرواحهم، ومنهم من قدم أطرافه، منهم من قدم يعني من الآن يعني تحت الجروح، ومنهم من فقد كل ما يملك في كل، نسأل الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لنا هذا أمر بسيط، وهذا ما يقدر يقدم صلاح بادي لوطنه ولأهله ووفاء لهؤلاء الشباب. الحمد لله هذه صك براءة، وشهادة براءة لي أنا أني لا أتبع لدولة ولا لحزب ولا لجماعة، ولا عندي أي نظرة استعلاء، ولا نهبت اسمه هم تهموني بيني وراء ضد هذه حكومتهم، هذه حكومة الوفاق، حكومة النفاق اللي جابت الدل والعار والخزي لليبيا. هذه الحكومة والله واحد من الناس لو نعرف ان هذه الحكومة بتجيب الخير لو وقفت معها، ولكن عرفت ان هي هذه الحكومة، هذه الحكومة شكلت في الخارج ومن وراها من دول، واكثر الحاضرين منهم اللي بين سنة كاملة وهم في 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 مكانات منفردة، يعني كل واحدة منهم في كل مجموعة المؤتمر في 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 جهة والبرلمان في جهة، سنة كاملة لم يجتمعوا الاثنين مع بعض وهم في الخارج. وعلينا الآن نواجه ولا نرضى، لا نرضى بأي وصي علينا سواء من الخارج، سواء كان من بني جلدتنا أو من الأمم المتحدة أو من أي مكان ثاني. نحن أحرار، سواء كان هذا الوصي من دول عربية من حولنا تدخلت في شؤوننا وحاولوا أن هي تخبط ثورتنا وتخبط كلمة الحق والإخلاص والصدق، والإخلاص والصدق الصادقين والمخلصين اللي واجهوا كل هذه المباراة في فترة 8 سنوات.